جالي حد كلمني ان مودي عايز يقابلني for an audition. كانت حلوة قوي، من اكتر الاوديشنز اللي استمتعت فيها عامة بجد. بعدها باسبوع كلموني يلا تعالي تقعدي مع المخرج. الاختيار برضو كان باوديشن ولما جالي الدور ده فاكرة قوي I got the call، جالي المكالمة وانا مع بابايا ومامتي واختي في العربية، اللي هو ترنيم تعالي بكرة انت معانا في الاختيار. I was very grateful علشان مين قال كان حلو جدا، وفعلا قصته والادوار اللي اتلعبت كانت حلوه قوي. بس الاختيار ده برضو زي ما انت قلتي هي حاجه تانية، وان انا اشتغل مع يعني دكتور بيتر ميمي دي حاجه كبيره قوي 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 قوي. انا مقتنعه قوي بالمقوله اللي بتقول المسرح ابو الفنون، وشايفه قوي الناس اللي طلعت من مسرح ومثلت غير الناس اللي ما عندهاش خلفية في المسرح. وكان حظي حلو قوي ان انا اتعاملت مع ناس فعلا موهوبة جدا، وكان من حسن حظي ان استاذة دينا امين عملت معها اول مسرحية عرب كانت اسمها حكايات علينا، اتعلمت كتير قوي 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 قوي، كانت هي المخرجة، اتعلمت كتير قوي قوي منها وساعدتني في حاجات كتير قوي فيا كممثلة. وبعديها بسنه راحت اخدتني في المسرحيه بتاعه شبابيك عطيه. حلو السؤال ده قوي برضه. انا صغيره ما كانش في دماغي التمثيل. لما سافرت امريكا كنا بنعمل حاجه زي سكتس كده، تمثيليات صغيره وبنسافر نعرضها في اماكن مختلفه، فاحنا بنمثل حاجه بالانجلش والناس بتعيط كلهم مثلا من الصين او كوريين. التمثيل ده زي الضحك، مش بيقول لك الضحك ده لغه كل الناس بتفهمها؟ انا شايفه التمثيل ده حاجه كل الناس بتفهمها وبتلمس كل الناس. اكتشفت انه ايه ده، انا عايزه اعمل ده على طول. حسيت انه في بيربس من ورا اللي انا بعمله. انا اسالك سؤال، انت شايفاني عينيا خضراء؟ شايفه شعري اصفر؟ يبقى في بروجرس ولا ايه؟ في في الحياه اي حاجه في الحياه ليها ups and downs، فلازم في اي حاجه يبقى في الرحله حتت لو اللي هي مثلا عدينا عليها في التاريخ بتاع السينما، اللي هو كان الاكتشاف بالشكل بس الكرايتيريا كانت مختلفه، وده بسبب الناس اللي بتبقى مسؤولة عن الاختيارات اللي هم سواء مخرجين أو منتجين. شايفة انه ده الوقت بيختاروا فعلا مش بس بالموهبة، لكن كمان احنا رايحين في حركة كده اتجاه الحقيقية والاختلاف. فانا مش عايزة كل البنات على الشاشة قدامي تبقى شبه بعض لدرجة ان انا مش عارفة دي اسمها ايه من دي، ما هو نفس الشعر ونفس الشفايف ونفس كل حاجة. لا، علشان احنا عندنا النظرة دي دلوقتي ان انا عايزة بناتي وولادي في البيت لما بنتي تتفرج على المسلسل تلاقي حد بيمثلها، سواء في ديانتها، في شعرها الكيرلي، في شكلها، في علاقتها مع الناس اللي حواليها. بحس انه الجيل بتاعنا دلوقتي بيعاني من زي ما مسلسل مين قال بيتكلم، اضطرابات نفسية، قلق، عدم ثقة بنفس، معايير جمال مفيش حد بيوصل لها غير بحاجات كتير قوي مش حقيقية. فلو هقول حاجة هطمن بس كل حد بيتفرج، او لو في حد هيتفرج على الانترفيو ده، It's okay، انت مش لوحدك في اللي بيحصل ده. علشان انا بعدي بانسكيورتيز وبعدي بداوتس وبعدي بانكزايتي، وكان اكتر حاجة بتطمني انا كترنيم الفكرة انه ربنا لي خطة لحياتي. فأنا عايز أقول إنه في خطة لحياتكم، مش بالتسرع ومش بالتوتر ومش بالقلق ومش بالخوف. لازم هقرأ في يومي، دي حاجة مهمة قوي. Actually يعني أنا هصحى هقرأ وهنام هقرأ، ولو زهقت في النص هقرأ. أنا كمان بشتغل في الجامعة، فأنا بشتغل معيدة في الجامعة، فماي 9 to 5 اوقات بتبقى بدايتها دايما، مش اوقات يعني، هو كل يوم في جامعه. ان انا اوصل للبالانس. رحله الدكتوره في الجامعه طويله قوي، بتحتاج دراسه وماجستير ودكتوراه ودراسه دراسه دراسه عشان تبقى القاب معينه بترتيب معين في الجامعه. والتمثيل ده حلمي، وانا عندي شغف بطريقه مش طبيعيه ليه. عندي كميه كاركترز نفسي ألعبها وتكون وأدوار بتناقش حاجات كبيرة قوي في العالم مش بس في مصر. بس أنا بحب التمثيل عشان بيعلمني حاجات عن نفسي وعن المجتمع، وبحب التدريس عشان بعلم فيه حاجات، وشعوري بأن أنا بقول حاجة جديدة وعيني اللي قدامي بتنور كده، اللي هو
معلومه، ده شعور اصله، ده انا شايفاه هدف من اهداف الحياه، انك بتسيبي حاجه بتاثر في اللي قدامك. احنا بجد بنتولد في عالم، اول حاجه بتعيطي فيش يسكتوكي، بتحكي بصوت عالي ما بتضحكش بصوت عالي، بنعبر عن عشان مشاعر كتير قوي. لا 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 امسكي نفسك، بنمسك نفسنا ايه ايه، لا انت جامده قوي واسيا انت مسترجله كده ليه، خفي، لا خليكي بنوته اكتر. ففي حاجات كتير قوي في الحياه بتقول لنا نبقى ايه وما نبقاش ايه، وانا كترنيم مريت بحاجات كتير قوي اتقال لي فيها ما تبقيش وتبقي. ولما كنت بتفرج اوقات على افلام او مسلسل واللي قدامي يعيط، وبحس ساعتها كنت بحس ان هو بيديني permission ان انا كمان اعيط. فانا نفسي ابقى بقدر اعمل كده من خلال التمثيل، انه بدي للي قدامي permission انه يكون هو زي ما هو، واقول بقى الكلام ده ما مسدهوش، اقول وانا بدرس.